مهم بزاف لأنه تهم المسرح والموسيقى، ماشي فقط المسرح، كاين المغنيين وكاين الناس اللي يرقصوا والممثلين ماجين من جميع أنحاء العالم، أكثر من 13 دولة اللي ماشي جو من هاد الممثلين هادو وهاد المسرحيات. وثانيا هاد المهرجان على جبهة الدورة السادسة، لأنه كل عامين تنديرو مهرجان مسرح وثقافات، ولكن عام تنديرو فيه هكا مهرجان دولي وعام مهرجان مغربي لنذهب إلى المسرح. لو تم اللي اختارنا هذا العام هو المسرح والموسيقى، وعلى ما بغيناش الناس يجيو كل كاين مشاكل في العالم دابا بزاف والناس طايرهم وكلشي، علاش بنا لهم شي مسرحيه اللي معبسه اللي ما تفرحهمش باش يندموا ما يمشوش للمسرح؟ حنا بغيناهم نجذبوهم باش يجيو للمسرح ويحبوا المسرح. اذا بنا هذه الروايات اللي تضحكوا في الموسيقى والغناء وكلشي. وعلاش دابا في هذا الوقت؟ لانه في هذا الوقت هذا هو الوقت اللي الناس يخرجوا للمسرح. اذا باش نلعبوا في المسرح ديال البيغاما في الاول 14 ماي في الخميس المقبل، باش نلعبوا في السودو دي زارفيفون لا ميجير ابريفوازي ولي كونت دوفمان اي بزاف ديال المسرحيات. والمسرحيات كاين 6 مسرحيات موجودين من العالم ككل، وجوج المسرحيات من المغرب بين وبين، ومسرحيه اخرى ايضا تلعبوا فيها ممثلين مشهورين.